الاكسبكتيشن في حلقات الشات لازم تعمل لي كومنت على اربع حاجات مهمه. لازم تعلى على الاير انتري دخول الهواء، تعلى على البريس ساوند بنوع التنفس، تعلى على الاديشنال ساوند لو في اصوات اضافيه، وتعلى على حاجه رابعه قلناها اللي هي فوكال ريزم. اولا الاير انتري الهواء داخل ولا لا؟ طالما في مرض في الشيست فاحنا بيكون عندنا ديمينيشد اير انتري، يعني في مشكله شويه في دخول الهواء. قد يكون مثلا بايلاترال ديمينيشد اير انتري بايلاترال زي حالات السي او بي دي، ممكن يكون بايلاترال وبيزل زي حالات البرونكيتس، ممكن يكون فلوب معين في حته معينه زي مثلا حاله لانج ابسنت، حاله فايبروز وهكذا. تاني نقطه البريث ساوند نوع التنفس. التنفس اللي عندنا نوعين كبار، في فيزيكولار بريثنج و برونكيال بريثنج. هذا الفيزيكولار بريثنج بيعتمد على الفيزيكال، بيعتمد على الالفيولس، يعني الهواء بيدخل في التراكيا التو مين برونكاي الترمينال بروفيوز الالفيولاي. فالهواء بيدخل كده ويلف كده وهنا وبعدين يرجع تاني، وبيحصل جاز اكستشينج عن طريق الالفيولاي. عشان كده هذا النوع من التنفس اسمه الفيولار بريثنج. الفيولاس يعني فيزيكال باللاتيني، فيزيكال يعني الفيولاس، عشان كده بنقول لك ايه دوت اسمه فيزيكولار بريثنج، يعني بيعتمد على الالفيولاي. وهذا النوع الفيزيكولار بريثنج ده نورمالي عندنا، يعني نورمال بريث ساوند بيكون هو فيزيكولار، يعني بنعتمد على هذه الالفيولاي. مواصفاته ايه بقى؟ اولا هو بيكون صوت راسلينج، يعني صوت بيكون صوت كده، صوت كحفيف الاشجار، صوت خفيف صوت لو جاب، مفيش اي تواصل بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. نمره ثلاثه الانسبيريشن اكبر من الاكسبيريشن بنسبه ثلاثه او اربعه الى واحد. ليه الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن؟ لان الانسبيريشن از ان اكتف بروسيس وايل الاكسبيريشن از باسيف. انت عشان تاخد نفس في عضلات بتشتغل الافرام والانتركوستال ماسل، لكن ما عندكش عضلات الاكسبيريشن. هو بيحصل ايه؟ هترجع العضله لمكانها. الحاجه الثانيه الالفيولاي دي ار تند تو كولابس، هي عايزه تفاضي اساسا. الالفيولاي دي عامله زي البالونه، انت لما تيجي تنفخ البالونه تتعب دي بقى عايز تدخل فيها الهواء، فانت عشان تملاها هواء دي حاجه اكتف وبتاخد وقت. انت عشان تنفخ البالونه بتاخد دقيقتين عشان تفضي البالونه. بتعمل حاجه اصلا؟ انت بتسيبها تفضي، هي عشان عايزه تفضي فالهواء بيخرج منها بسرعه. عشان كده بنقول ايه؟ بيكون الانسبيريشن اكبر من الاكسبيريشن بنسبه ثلاثه او اربعه الى واحد. فرضا بقى والبالونه بتفضي، جيت انت عند الفتحه بتاعتها وضيقتها شويه، يعني انت عملت اوبستراكشن زي اللي بيحصل مع البرونكيال ازمة او السي او بي دي. دوت بيعمل نوع من الانسبيريشن او نوع من البريثنج اسمه فيزيكولار بريثنج وذ برولونجد اكسبيريشن، اللي هو الكاركتر بتاعته بتكون بيكون صوت هارش. الانسبيريشن ما بيتاثرش قوي، ليه؟ لان احنا كناس نورمال ما عندناش امراض، مع الانسبيريشن بنوسع الاير واي، ومع الاكسبيريشن بنضيق الاير واي. طب لو واحد عنده ازمه او عنده برونكيال ازمه او عنده سي او بي دي، مع الانسبيريشن بيوسع الاير واي اللي هو ضيق فالامور بتتحسن، مع الاكسبيريشن بيضيق الاير واي اللي هو اساسا بيكون ضيق. عشان ده عشان كده دايما تكون مشكلتي اكتر مع مين؟ مع الاكسبيريشن. يبقى اسمه فيزيكولار وبرولونجد اكسبيريشن، والكاركتر بتاعته بتكون هارش. حتى نقول عليه هارش فيزيكولار بريثنج وذ برولونجد اكسبيريشن، هتمشي مع حالات البرونكيال ازمه ديورنج الاتاك او حالات السي او بي دي على طول. ماشي الحال؟ نيجي للنوع الثالث اللي هو برونكيال بريثنج. برونكيال بريثنج لو ادي الترمينال برونكيول اهي وادي الالفيولاس اهي، طب لو الالفيولاس هنا اوت اوف فانكشن مش شغاله، مش شغاله، ايه اللي هيحصل؟ الهواء هيدخل كده وبعدين يقف هنا شويه يقول اعمل ايه اعمل ايه، مش عارف يدخل الالفيولاي وبعدين يلف ويخرج تاني زي ما دخل زي ما خرج. زي الهواء ما دخل زي ما خرج، عمل شويه اكسشنج صغيرين من هنا عن طريق التيرمينال برونكيول ولم يصل الى الالفيولاي. عشان كده اسم النوع ده من التنفس ايه يا جماعه؟ اسمه برونكيال بريثنج. ايه مواصفات هذا البرونكيال بريثنج بقى؟ اولا بيكون صوت هولو،
احيانا بتنفخ في التيوب بصوت تخين شويه ها بتنفخ في التيوب. ثاني حاجه بيكون في جاب بين الانسبيريشن وبين الاكسبيريشن في فاصل اهو. لان الهواء وقف هنا قال لك اعمل ايه اعمل ايه. نمره ثلاثه بيكون الاكسبيريشن اكبر من او يساوي الانسبيريشن. ليه؟ هشوف الهواء زي ما دخلنا زي ما خرج اعتمد على مين بس؟ اعتمد على هذه التيوب. فاكرين في الفيزيكا كانت الالفيولاي بتساعد ان الهواء يخرج، هل في حاجه ساعدت هنا ان الهواء يخرج يا جماعه؟ لا خلاص، يبقى زي ما دخل زي ما خرج، زي الهواء ما دخل زي الهواء ما خرج. يبقى دي اسمها او ده نوع اسمه برونكيال بريثنج. هل ممكن نورمالي فينا نسمع برونكيال بريثنج؟ ممكن، بس في مكان واحد بس اللي هو فين؟ اللي هو على التراك، لان التراك عباره عن تيوب واخرها ايه؟ واخرها من برونكاي وليس البيولاي. يبقى انا على مستواها من اول سي 6 لغايه سي 4 بسمع هنا ايه؟ برونكيال جريتنج، لكن تحتيها هنا في البيولاي فهسمع ايه؟ هسمع فيزيكولر. يعني انا ممكن لما اجي كده من عند الباك هنا واجي سي 6 7 بعد كده انزل بقى اكمل سي 1 2 وهكذا اسمع عليها برونكيال، لكن بعديها تحت سي 4 اسمع فيزيكولر. فرضا بقى فرضا في لمف نود هنا كده وضغطت على الالفيولاي كده اصبح الهواء مكمل فين برضه يا جماعه؟ ها مكمل في برونكاي ومش واصل للالفيولاي. يبقى انا برضه هسمع هنا ايه يا جماعه؟ ها برضه هسمع هنا برونكيال بريثنج تحت مستوى تي 4. ها يبقى برونكيال بريثنج بلو ذا ليفل اوف ذا تراكيا تحت تي 4 دي ساين اسمها ديسبن ساين. يبقى يعني ايه ده؟ سؤال شيء في بطنك في الاطفال، يعني ايه ديسبن ساين؟ يعني برونكيال بريثنج بلو ذا ليفل اوف تراكيا تحت الليفل اوف تي 4. وهذا النوع سببه ان في لينف نود كبرت. ايه اللي هيكبر لينف نود في هذا المكان؟ اللي هيكبر لينف نود هنا يا تيومر يا تي بي. واحد عنده تي بي واللينف نود كبرت، او واحد عنده تيومر وكبر عمل متاسس هنا في اللينف نود فبالتالي يحصل عندنا ديسبنساين. حتى في الجنرال لما كنا بنشرح حاله الليمفادينوباتي نقول لك ايه الليمف نود اللي ممكن تتحصل السماعه؟ ايه الليمف نود اللي تتحصل السماعه يا جماعه؟ هي الانتر برونكيال ليمف نود عن طريق الساين الشهيره اللي اسمها ايه؟ اسمها ديستنت ساين. طيب البرونكيال بريثنج ده انا بسمعه على التراكيه، ممكن اسمعه في حته ثانيه؟ اسمعه مع الثلاثه سيز. 3 سيز. consolidation collapse was latent the bronchus cavity is a kind superficial was surrounded by consolidation. اولا consolidation الالفيولاي دي مليانه مليانه اكسيدنت ومليانه ملايين فيها هايبرينيا جامده فبالتالي الهواء مش عارف يدخلها فالحته اللي فيها consolidation هسمع عليها bronchial breathing. collapse was latent the bronchus الهواء بيدخل في البرونكس. يعني مثلا واحد عنده تنشن نيوموثوركس فاللنج حصل فيها collapse كده بس البرونكس من فوق ايه؟ مفتوحه فالهواء بيدخل في البرونكس ويخرج برضه تاني من البرونكس. يبقى انا هسمع برونكيال بريثنج في هذا المكان، يبقى برونكيال بريثنج على الحته اللي فيها كولابس وسبيتنت برونكس. كذلك اذا كان عندي كافيتي خاصه اذا كان سوبرفيشال وسراوندد باي، ما هو الكونسوليديشن هتعمل ايه؟ برونكيال وما الكافيتي الا مكبر للصوت. هذا البرونكيال بريثنج يقول لك بقى كلام نظري دش يعني، يقول لك قد يكون تيوبلر. كانك بتنفخ في تيوب زي حالات الكونسوليديشن. قد يكون كافيرنس اهو. لاحظ الجاب. لاحظ ان الاثنين زي بعض والصوت هولو، هيقول لك كانك بتنفخ في كافيتي، واحد عنده كافيتي بقى اسمه كافيرنس، لو معاه ميتاليك ساوند بيرن شويه سموه انفوريك، يبقى انواع البرونكيال ايه؟ تيوبلر، كافيرنس، انفوريك بريثنج، لكن انا بس يكفيني ان انت تعرف هذا البرونكيال بريثنج. لو جيت قلت لك كيف تميز ان هذا المكان فيه برونكيال بريثنج؟ يعني مثلا انا مسكت لك السماعه وقلت لك اسمعني المكان ده. فالمكان ده فيه برونكيال بريثنج، انت ازاي تعرف ان فيه برونكيال بريثنج؟ خلي كلامك حلو بقى، عايز الكلام الحلو؟ تقول يا دكتور الصوت حلو. في جاب وانت لا سامع جاب ولا حاجه. ها والاكسبيريشن والانسبيريشن قد بعض. ويا دكتور كمان يا دكتور انا سامع عليه ويسبرنج خلينا نقول اربعه اربعه مش وش سمعتها. ها كونك سمعت ويسبرنج يبقى هذا المكان حاجه من الثلاثه سيز. يبقى البريث ساوند اللي هنا ايه؟ ها والحاجه الخامسه تقول لي يا دكتور الصوت اللي هنا
زي الصوت اللي بسمعه على التراكيا يبقى هنا ايه على طول يا جماعه يبقى هذا المكان عباره عن برونكيال بريثنج وانت كده افحمت اللي قدامك ماشي الحال ولا ايه هاي ده دي مواصفات البرونكيال بريثنج ها اللي لازم نكون فاهمينها وعارفينها يبقى في فيزيكولار بريثنج ده نورمال فيزيكولار مش برونكيال انسبيريشن برونكيال ازمه او سي او بي دي ها برونكيال بريثنج مع الثلاثه سي نيجي للكومنت الثالث احنا علقنا واحد اير انتريك اثنين بريث ساوند ثلاثه بقى الكومنت الثالث على الاديشنال ساوند الاديشنال ساوند المشهورين طبعا هي كلمه ترونكاي اللي هي ويزس يعني ترونكاي يعني ويزس وويزس يعني رونكاي جاره العاده دايما من العاده لما بيشتكي من تزييف في صدره بنقول ويزس حتى لو انت سمعتها من غير سماعه او حسيتها بايدك تسميها ويزس لما اسمعها بالسماعة اسميها رونكاي او اسميها ويزز برضه مش فارقة يعني في ناس تقول لك اسمع الويزز عادي مشيها حتى يقول لك لا رونكاي مشيها هي المعنى بتاعهم يعني حتى ما تلاقي كاتب ويزز وبين قوسين ها رونكاي مش فارقة ما تفرق يعني ما تقعدش ايه تحير نفسك كتير هي عبارة عن كونتينيوس ميوزيكال ساوند من الواقع يبقى صح ونعم اكيد فهمت ولا لا بيه؟ لا والله حاجه حاجه؟ من بالي عليك اقول له شايف لا هو خلينا نشوف وراه عشان انا تسال. ده يحب في الموبايل يا ابني. ماشي. الويزس عباره عن continuous musical sound due to narrowing of the airway. هذا النارنج اوف airway دوت يا اما بيكون من جوه secretion او مثلا فورين بودي او حاجه في الوول سباز او فايبروز فريكشر مثلا او حاجه ضغطه من بره ليمف نود او تيومر يبقى تاني ايه الحاجات اللي ممكن تعمل ويزس هتقول لي كده اسباب الويزس ايه حاجه من جوه فورين بودي او سكريشن حاجه في الوول سبازما او ستريكشر حاجه من بره ليمف نود او تيومر طب يا دكتور اشهر حاله عندنا هي حاله السي او بي دي ومعاها ويزس ليه؟ عشان في ستريكشر في فايبروزس وعشان في سكريشن ايه دليل حضرتك ان احنا عندنا سكريشن؟ ان انا لو سمعت في تجزيه وقلت للعيان كح هتلاقي التجزيه دي اتغيرت هي اتغيرت بس ما اختفتش هي ما اختفتش لان ما زال عندنا ستريكشر مش هيفك لكن انا اتغيرت لان السكريشن ايه؟ اتحرك من مكان وطلع عشان كده تشينج باي كاف مواصفات الرونكاي مرحلات السي او بي دي أربعة. جنراليز موجودة بايلاترالي، ما حد السي او بي دي أصلاً إيه؟ بايلاترال، ليه بايلاترال؟ هي سببها إيه؟ كورونيك برونكايتس، سببها سجاير، اللي مش السجاير ها بيدخلها يمين ولا شمال أكتر، ناحيتين زي بعض، فالمرض ديفيوز بياخد اللام كلها. إنسبيراتوري وإكسبيراتوري، بات مينلي إكسبيراتوري، ليه؟ لان انا مع الانسبيريشن بوسع الاير واي ومع الاكسبيريشن بضيق الاير واي اللي هو اساسا ضيق عشان كده تبقى مين اكسبيراتري. نمره ثلاثه شينج باي كاف. لان الكحه بتعمل ايه في السكريشن؟ هتطلع هذا السكريشن شينج باي كاف. نمره اربعه هتبقى بوليفونيك. يعني ايه بوليفونيك؟ يعني متعدده النغمات، يعني ايه؟ يعني سيبلنت ولا سونرس برونكاي احنا عندنا الاير واي في اير واي ضيق وفي اير واي كبير التردد في الاير واي الضيق بيكون عالي قوي بتكون الفريكونسي بتاعته ذبذبه عاليه قوي اما في الاير واي الصغير بتكون قليله فده بنسميه هاي بيتش وده بنسميه لو بيتش يبقى كلمه سيبلنت يعني هاي بيتش ساوند لان الاير واي ايه؟ ضيق وسيبلنت يعني صوت صفاره لما تتقل يعني ايه بوليفونيك؟ يعني سيبلنت وسونس تتقل يعني ايه سيبلنت؟ يعني هاي بيتش ساوند عشان في ايه؟ نارو اير واي يعني ايه سونس؟ يعني ايه سونس؟ يعني لو بيتش ساوند عشان في عندنا بيج اير واي طب السي او دي بتاثر على السمول ولا على البيج؟ على الاثنين عشان كده الصوت اللي بيتسمع بيكون ايه؟ بيكون بوليفونيك ماشي الحال؟ هل ممكن في حالات اللانج فايبروز اسمع شويه ويزز؟ طبعا ممكن يحصل نارنج في الاير واي. طب لو جالي عيان وكل يوم بفحصه بسمع عنده لوكالايز مونوفونيك فيكسد رونكس. ده عنده تيومر قافله حته معينه نارنج في مكان معين فتسمع نفس الايه؟ نفس التزييق كل يوم.
او فول بودي، بس فول بودي ممكن يتغير لو عملت طبعا، لو حصل انفكشن مش تسمع صوت، لكن لو بارشل اوبستراكشن تسمع ويز بس هيتحرك من مكان، لكن التيومر فيكسد بقى فاهم؟ ده فول بودي ممكن تروح ولا حاجه تحاول تتحركه في مكان ال وعلى موجوده كده ام سي دي لوكالايزد ومنتج عادي تهدي منها لا والله مش عارف بجد يعني شيء لوكالايزد ومونوفونيك فيكسد ايه بطل بنوفونيك للتيومر لا تجلد اكتر زي ماشي انت راضي يا عم راضي عملت تفتكر ممكن عملت حاجه مع نفسك ايه؟ انت بتعمل ايه بس؟ لا لا كده احسن ازاي؟ مش انت بتاع حمد مكحرتين باين؟ مش انت اللي قلت كان بيجي لعب الثوره وانا بلعب كوره؟ فاكر؟ فاكر ولا مش فاكر؟ مش طلعت انا اللي صح في الاخر؟ اه والله انت اللي صح. والله انت برنس يا دكتور ولا حرق دمك ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص. نايم ولا يوم الخطاب ايه؟ ولا يوم الخطاب تقدر تتابع ولا ايه؟ تختار مين؟ بتاع شمعية كريبيتيشنز بس خلاص كريبيتيشنز او كراكلز او ريلز كلها نفس المعنى دوت عبارة عن interrupted non-musical sound interrupted يعني صوت مقطع non-musical مفيش مزيكا زي الويز بقى بيكون الفكرة الرئيسية بتاعته ايه؟ كريبيتيشن يعني في هواء عدى على شوية سكريشن فيعمل صوت بقلالة كده طب ايه دليلنا على كده؟ ان هو لما بيكح ممكن الكريبتيشن دي تختفي لان في سكريشن جوه. او الميكانيزم الثاني المهم ان في مشكله في الالاستيستي بتاعت الاير واي، بص يا دكتور لو ادي الاير واي اهو هنا في عندنا في فايبروزس واحد عنده انترستيشيال بالمونري فايبروزس، يلا افتح لي الالفيولاي دي وهي بتفتح هتربط مين؟ هتربط في هذا الفايبروز لما تربط فيه تعمل ايه؟ هتعمل كريبتيشن انسبيراتري ولا اكسبيراتري؟ ها انسبيراتري هتتغير مع الكحه ولا حاجه لا لان الفايبروز بتاعنا ايه؟ ها يعتبر شاذ مفهوم المعنى ولا لا؟ يبقى اذا مش لازم الكريبتيشن تساوي سكريشن ها في كريبتيشن سببها ايه؟ فايبروز طب تعرف ازاي الكريبتيشن سكريشن ولا فايبروزس؟ فليه كح لو راحت او اتغيرت ها يبقى ده سكريشن لو هي فيكسد يبقى دوت عنده ايه؟ يبقى عنده فايبروزس ماشي؟ هذه الكريبيتيشن بيقسموها او بنقسمها الى فاين كريبيتيشن تبقى كريبيتيشن كتيره كتيره ها كتيره بس معها فاين يعني كل واحده صغيره او كريبيتيشن واحده في او اثنين في السايكل كلها يبقى اسمها ايه؟ كورس او بين الاثنين بقى نسميها ميديوم سايد كريبيتيشن دايما الفاين كريبيتيشن دي بتتسمع بايلاترال بيزل كريبيتيشن فاين كريبيتيشن مع حالات الليفت فنتريكولار فيلير والميترال سنوز لما يكون في بالمونري كونجيشن لما يكون في بالمونري كونجيشن الحته دي فيها كونجيشن جامد كذلك برضه ممكن نسمع فاين كريبيتيشن مع الناس اللي عندهم انترستيشن بالمونري فايبروزس حتى مع الايرلي كونسوليديشن لكن تسمع كورس كريبيتيشن بقى امتى؟ ها لو في مثلا سكريشن كتير واحد عنده سيفير كونسوليديشن عنده برونكياكسس تبدا تسمع عليه هذه الكورس كريبيتيشن هو له حاجه الفاين كريبيتيشن لازم نسمعها الكورس كريبيتيشن ممكن تسمعها كمان من غير سماعه ها الفاين كريبيتيشن لازم اسمعها بالايه؟ ها بالسماعه اما الكورس كريبيتيشن اصلا بتقول لي زيت يا دكتور شيشه مايك عامل زي الشيشه ها الشيشه ده اكيد ايه يعني؟ ها اكيد دوت عنده كورس كريبيتيشن مش عايز كده انت يا فاين يا كورس اذا ما تقولش البنات اللي اقول لك عليه كل حالاتكم كورس كريبيتيشن خلاص كده؟ ايه يا باشا؟ انتوا مين؟ ماذا انتم؟ يعني عندكم سبع حالات كل حاله ب 20 درجه اللي هو اوسكي بس مش اوسكي يعني و 60 درجه حاله لو 120 لا 120 بس 120 بقى مش بس انتوا عندكم 200 درجه كلينيكال هم 200 درجه لان عندهم 50 درجه على النص انا متاكد يا باشا ايه؟ طب يا بنت ابص يا دكتور ابص يا بنت ادي 200 عندك 200 درجه دول عمل قد عندي 200 درجه عملتها 100 درجه عملت ترى ضغط ما تكلمنيش ماما يا دكتور
180 درجه يعني ده بالنسبه للشلال. برضه بتقول لك 100 برضه ولا بالنسبه للشلال حلو. ايوه ورقتين وعندك ورقتين. الورقتين اللي كام بقى؟ 340 فيها جلديه يعني. ها؟ لا مش كده 300 بطنه بس؟ 340 بطنه؟ طيب ماشي. ها؟ وبعدين ده بطنه وجلديه كام؟ جلديه كام؟ انت ما التسجيل ده كله يا دكتور على فكره بقى. لا والله مش عارفه. لا ده لا والله هيعملها.